أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. النهاردة إحنا هنكتب المقالة، نجرب نكتب إحنا المقالة. معانا الناقد الأدبي الشاب، الناقد الأدبي المتميز، الأستاذ أحمد حسن. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أستاذ أحمد، هل توقع النقد الأدبي لحظة الثورة؟ هل استطاع النقاد أن يستشرفوا؟ يعني إحنا هنتكلم في السياسة، ولكن سنطل أيضا من شرفة الأدب، من الشرفة التي تقف فيها حضرتك بصفتك ناقد أدبي. تمام. هو الحقيقة لا أزعم، بالرغم من كوني ناقدا، أن النقد الأدبي قد تنبأ بهذه الثورة، بل بالعكس أغلب النقاد وهم من أساتذتنا كبار السن كانوا دائما يرزحون تحت وطأة الإحباط الشديد، لأن المشهد لم يكن مبشرا، وكان أغلبهم يكتفون أحيانا بمصمصة شفايفهم يعني. لكن أعتقد أن الجانب الآخر، وهو من العملية النقدية، وهو الأدب الذي لا يتم إلا به النقد، كان له بعض الإرهاصات والتنبؤات. نعم، إحنا عارفين أنه الأدب قد يكون هناك بعض الأدباء الذين حرضوا على الثورة، وربما نستطيع أن نصفهم بأنهم تنبؤوا حتى بها. في بعض الأعمال فيها قدر من التنبؤ. أنا بتكلم عن النقد، النقد قدر يشوف اللحظة دي؟ لا، الحقيقة لأن يمكن أغلب اتجاهات النقد الأدبي الحديثة هي دايما بتدعو لفكرة الأدبية، وفكرة الأدبية بشكل مبسط أنها تنظر إلى الأدب باعتباره كيف متميز، ومن ثم فإن على الناقد أن يجاوب عن سؤال كيف قال الأديب وكيف بنى معماره الأدبي، سواء في القصة أو الرواية أو القصيدة. وهذه العلاقات تكاد تكون علاقات، بالرغم من براعة النقاد أحيانا في استقراء الأعمال الأدبية، لكنها في نهاية الأمر تكاد تكون علاقات شكلية. لا أعتقد أن النقاد قد يعني كان لهم القدرة على التنبؤ بمثل هذا. وإدوارد سعيد حتى نفسه كان زعلان أحيانا من انصراف النقاد قوي واستغراقهم في عالمهم الأدبي، وقطع الصلة أحيانا بين القارئ العام، بينهم وبين القارئ العام، فده خلاهم شوية ما يكونش عندهم، أو يعني بشكل مبسط بسبب اهتمام النقاد بالأدب كتقنية جمالية، ربما انصرفت أو كادت أن تنقطع العلاقات الاجتماعية اللي هي البعد الثوري في العملية عن العلاقات الجمالية اللي بتشكل النسيج أو البناء اللغوي بتاع عالم الأدب. طيب، ربما نكون شاهدنا كثيرا من الشعراء والأدباء والسينمائيين وقد عرضوا السلطة، خصوصا من جيل الشباب. وحضرتك قلت انه يعني اساتذة الادب كبار السن ربما شاهدوا اللحظة بشكل متشائم او محبط. هل هناك من النقاد الشباب من عارض السلطة، عارض النظام البائد؟ لا، يعني في ضوء قراءاتي، وربما لم أقرأ لآخرين، لكن في ضوء قراءاتي لم أجد ناقدا شابا أيضا يتحرك في نسق معارضة السلطة. لكن ربما احتفى النقاد بالأعمال، وربما يعني هذه تنصرف أيضا إلى الأدباء للنقاد الشباب والنقاد أيضا كبار السن. هم دائما كان الناقد يتخفى وراء الصيغ الإبداعية التي تدعو إلى الثورة على السلطة والثورة على القمع وكل أشكال الهيمنة، فكان الناقد يجد أحيانا البراح من خلال التحليل لمثل هذه الأشكال، ويكتفي بأن يتخفى وراء تحليلاته الجمالية دون أن يدعو صراحة إلى هذه الثورة، وربما يعني وضعها على أكتاف المبدع كي يتنصل من مسؤولياته. طيب، يعني ما موقف النقاد الآن طالما أن هم يعني، هل ترى في ذلك أولا شكلا من أشكال التقصير في أداء المهمة، أم سنظل مرتبطين بأن الناقد هو ذلك الشخص الذي يرتبط باللفظ ولا يتجاوز ذلك إلى الواقع؟ لا، بالفعل هو يعني يعد بمعنى من المعاني شكلا من أشكال التقصير، لا أستطيع أن أخالفك في ذلك. لكن ربما
تأتي تجليات الثورة، وأعتقد أنها ثورة تعيد الكثير من من المفاهيم أو النظر على الأقل، وإعادة الرؤية بشكل عام، أعتقد أن النقد سيصيبه شيء من ذلك، ولابد يعني أن النقاد هل ده يفهم في إطار احتواء السلطة للمثقفين وغيره؟ يعني هل تفهم ذلك في هذا السياق؟ والله يعني أنا يعني أرى أن النقاد كانوا يحاولون بخطابهم الأدبي المراوغ أحيانا أن يبتعدوا عن هيمنة السلطة، لكن ما أود أن أقوله وهو إجابة أيضا أو تتم لإجابة السؤال السابق، أن النقاد الآن ربما بتأثير قوة الدفع الثورية العامة أن يعيدوا لا شك خطاباتهم النقدية ويعيدوا التأمل فيها. يعني أعتقد إذا جاز لي أن أتنبأ بشكل النقد الأدبي أو جزء كبير منه على الأقل، سيحاول الناقد أن يتخفف من، لأن بالفعل إحنا تورطنا كثيرا في المدارس البنيوية والشكلية وكلها مدارس أحيانا تقطع الصلة بين النقد وبين محيطه الاجتماعي الفاعل. أعتقد أن الفاعلية هذه الفاعلية الاجتماعية لا شك ستشكل جزءا كبيرا من سياق الخطاب النقدي في هذه الأونة بسبب تأثير الثورة. ونعود إلى جدلية الستينات عن الالتزام في النقد الأدبي مرة أخرى. بس يعني هنرجع ليها تاني. والله يعني ممكن الحماسة أحيانا تخلي بعض النقاد المتحمسين يحاول أنه يدعو إلى الالتزام بمعنى من المعاني، يدعو إلى أن يتناول الأدب الموضوعات الاجتماعية الكبرى والقضايا المركزية أو القضايا التي تحتل مكانا مركزيا في الخبرة الإنسانية. لكن أنا أود القول أيضا إن على المبدعين وعلى النقاد بالضرورة أن يفرقوا بين الإلزام والالتزام. كما كان يقول كافكا حين سئل عن الأدب الالتزام، قال إنه هو تكليف لم يكلفني به أحد، وإنه التزام الأديب غير التزام الجندي. الجندي يتلقى أمرا فينفذه، أما الأديب فينفعل ويحاول أن يستوعب الـ يعني عايز أقول منظومة الحياة بشكل كامل ويقدم رؤيته الخاصة. وأنا يعني عايز أقول حاجة برضو، إن صلاح عبد الصبور كان بيرصد الأزمة بتاعت الستينيات بما إنك أشرت ليها، في إنه كان بيقول إن العملية الإبداعية كانت ماشية كالتالي: الساسة يوجهون النقاد والنقاد يوجهون المبدعين، فتكون النتيجة أعمال يظهر فيها الرأي ويختفي الإنسان. وعشان كده يمكن النقاد الكبار والأدباء الكبار سواء توفيق الحكيم، العقاد، صلاح عبد الصبور، كانوا بيحتفوا أيام احتفاء بالأعمال الأدبية اللي كانت فيها بالفعل الرؤية الإنسانية. أنا عايز حتى يعني أقول تعليق صلاح عبد الصبور على محمود درويش في مسألة عنفوان القضية، كان بيقول إن معظم الشعر، شعر القضايا باعتبار القضايا باعتبار أدب الثورة، حتى يعني أدب قضية، أدب قضية. فكان بيقول إنه دايما الشعر كان بيتراوح بين العنترية الجوفاء والبكاء الذابل. كان بيقول كتير إن أنا أحس إن معظم الشعراء عاملين زي عنترة بن شداد بس لابس بدلة. لكن قال كلنا كنا بنتسائل قبل محمود درويش ورفاقه كيف نعبر عن القضية، وبعدين قال يعني كنا بنتسائل كيف نستطيع أن نخاطب بالمأساة قلب الإنسان وأن نخلق للجرح فما ولسانا فصيحا. وقال إن محمود درويش ورفاقه تكلموا فقط كلمة حزينة حزن الرجال، فكان بيحتفي بالنمط اللي لا يسقط في شرك المباشرة، لأنه هو في الضرورة صحيح شعر القضايا أو الفن الذي يتحدث عن القضايا، لكنه هو شعر ثم القضايا. فكيف نمسك بهذه الخيوط الرفيعة؟ أعتقد أنه أمر يحتاج إلى مراس وتربة. هل يستطيع الشاعر أو المبدع أو الأديب أن يعبر عن الثورة الآن، أم لابد أن ننتظر قليلا حتى نستوعب الحدث؟ هناك مقولة مشهورة تقول إن الفن لا يكتب على ضوء الحرائق، ومقولة أخرى تقول إن العصفور لا يغني في العاصفة. وأنا أعتقد أن الأديب أو الشاعر لابد أن يحتاج إلى وقت للتمثل، لأن تمثل القضية يعني أنك على قدرة أن تقف مسافة ما، أن يكون لديك وعي جدلي. نحن نريد أدب به الكثير من النور والقليل من النار. أحيانا يسقط أغلب الشعراء للأسف، ومنهم شعراء كبار، في فخ المباشرة وفخ الصراخ، وربما يصيغون الرأي العام. زي مين؟ يعني والله هقول أنا طبعا النص الأخير اللي نشره الأستاذ سيد حجاب، في يعني كنت اطلعت عليه الحقيقة، حسيت أنه مستضيفه بكرة. هقول هو طبعا أستاذنا وعلمنا، لكن
حسيت انه 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 يعني اغلبه هو صياغه للراي العام واكساب القصيده يدوبك الوزن والقافيه. ربما نجد طبعا ان سيد حجاب مبدع عنده خبره ومبدع تقيل من العيار الثقيل، لكن هنجد عنده الذكاء اللغوي الذكاء الموسيقي، لكن الحدث ربما يعني كان يحتاج الى وقت اكثر للتمثل. حتى قصيده عبد الرحمن الابنودي اللي كانت اتنشرت في لسه النظام مصر لسه النظام مصر، هي نفسها بتعبر عن راي اكتر من تعبيرها عن رؤيه. وانا عايز افرق بين الراي والرؤيه. يمكن لما نقول كلمه لسه النظام مصر، لما نلاقي شاعر زي تميم يقول شعب بغزاله اتخنق قلب التاريخ في يومين لابس عبايه جحا وهو صلاح الدين، دي الفرق او ده الفرق بين الراي والرؤيه. الرؤيه بتقدم خلاصة التجربة سواء من خلال التخيل أو من خلال العاطفة الممتزجة بالتخيل بالموسيقى، يعني الخلطة كلها بتكون معمولة بشكل في إصغاء جيد قوي وفي مهارة. لكن أحيانا الشاعر يعني ربما لا يلتفت إلى الخيط الرفيع بين الرأي والرؤية، فتكون النتيجة أن الأعمال بيبقى فيها رأي أكثر مما بيها من الرؤية. طيب، يعني أنت ترى أنه لابد من ترك مسافة بين العاصفة وبين تغريد العصا أو بين النار، بدليل أن نجيب محفوظ كتب بين القصرين في الخمسينيات وهي بتتكلم عن ثورة 19. فكانت النتيجة أن أدب نجيب محفوظ أدب خالد، لأنه استطاع أن ينظر للمشهد بعد ما اكتمل. وبعد، لأن احنا برضو يا أستاذ عبد الرحمن وأنت تشاركني الرأي، احنا بنتعامل مع مشهد متحرك لا نستطيع أن نرصد كافة أبعاده، هناك جزء معمى، يعني لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل السياسي حتى لمصر أو شكل العلاقات السياسية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية في الآونة القليلة الآتية. طيب أستاذ أحمد، حضرتك كنت ممن شاركوا في جمعة الغضب 28 يناير 2011، كيف رأيت هذا المشهد كناقد أدبي؟ والله هو الحقيقة المشهد كان يعني ما فيش شك ان كلنا مش انا تحديدا، هو المشهد كان فيه نوع من انواع الاعجاز ونوع من انواع الانبهار بالنسبة لنا، ان بالذات الفترة اللي فيها تم انسحاب الشرطة من المشهد تماما، واصبحنا نتحرك اللي هي المسافة اللي بين انسحاب الشرطة ونزول الجيش، واحنا بنتحرك كاننا نملك فضاء هذا العالم بالرغم من معاناة القهر الطويلة في سراديب السياسة وانواع القمع. لكن انا حتى يمكن كان صديق الشاعر محمد طلبة كان معايا في اليوم ده، وربما احنا كنا دايما نطرح القضايا ونتكلم على حال البلد ونتناقش وكده. انا احب برضه اقول حاجه، لان هو كان مشاركني المشهد بتاع جمعه الغضب كنا كلنا مع بعض، الحقيقه هو برضه قدر انه يبدو، وده ليس انحيازا للجيل الجديد من شعراء العاميه، وانما ربما عنفوان الثوره لانها ثوره شباب في المقام الاول، صحيح كل اطياف المجتمع شاركت او تعاطفت، لكن هذه الثوره استطاعت ان تنتج او تخرج اروع ما في الشباب. عشان كده حتى محمد كان ليه حاجه بيتكلم فيها كنا الميدان، وهو بيتكلم عن لحظه احنا عشناها كلنا، وانت طبعا كنت معانا. الله يخليك. للاسف كنا عايزين نكمل الحلقه دي، لكن وقتنا انتهى، وان شاء الله يكون لينا يعني تكون ضيف دائم علينا استاذ احمد الناقد الادبي الاستاذ احمد حسن. اعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، ونلتقي غدا في صفحة جديدة من صفحات الرأي. تصبحوا على خير.